ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ كله تمام؟ انا مش هتكلم على ماتش الاهلي والزمالك عشان خلاص يعني عاد كريم والعود احمد، فهيتكلم هو على ماتش الاهلي والزمالك واللي هيحصل بكره، وان شاء الله ان شاء الله الزمالك هيكسب طبعا باذن الله. احنا مش مختلفين يعني، ده طبيعي بيحصل دايما، ده الطبيعي بتاعنا، نادي متفوق جاهز هنفجر مفاجآت، انتظرونا. طيب تعالوا بقى نروح على كريستال بالاس. كريستال بالاس يقف قدام او يسقط ليفربول، ازاي ده؟ ازاي كريستال بالاس قدر انه يخلي موقف ليفربول شديد الصعوبه في مساله فوزه بلقب الدوري الانجليزي؟ يعني ليفربول، يعني مو صلاح، انا مش قادر افهم انا القصه دي من مين؟ طبعا من ناقدنا الرياضي البير استاذ محمد منظور، اهلا بيك. اهلا بيك استاذ يوسف، مساء الخير عليك وعلى كل المشاهدين الكرام. ازيك يا استاذ منظور، عامل ايه؟ الحمد لله يا استاذ يوسف، ازي حضرتك؟ ايه حكايه كريستال بالاس وليفربول ده؟ والله يا استاذ يوسف المباراه ما بداتش النهارده بس مع ليفربول، المباراه بدا من المباراه قبل الماضيه، يعني مباراه مانشستر يونايتد كانت نفس السيناريو برضه، كان فيها مشاكل كبيره لفريق ليفربول رغم كم الفرص الكبيره اللي خلقها الفريق في الشوط الاول، واللي تصورنا معاها ان الفوز جاي في مساله وقت، ولكن المباراه اتقلبت عليه. نفس الحكايه حصلت النهارده ولكن بشكل اكبر، نفس الحكايه ولكن مش بنفس الشكل، يمكن حصلت في مباراه اتلانتا في النص كده، ولكن بسبب استهتار خلينا نقول او غرور يورجن كلوب من وجهه نظري الشخصيه في التعامل مع المباراه، وحب انه يريح اللعيبه عشان مباراه كريستال بالاس على اعتبار ان المباراه في المتناول او يقدر يعوض في مباراه العوده في ايطاليا بعد اسبوع، ولكن فوجئ بالخساره 3-0 اللي معاها بقى في صعوبه كبيره ان الفريق يقدر يعوض في ايطاليا، وكمان يخسر المباراه النهارده عشان يخسر كل حاجه. ليه اعتبرت ان يورجن استهتر وما اعتبرتش انه كريستال بالاس هو اللي كان عامل استعدادات قصوى ومحضر نفسه وعامل خطه والحاجات دي كلها؟ لا انا بتكلم على الاستهتار في مباراه اتلانتا استاذ يوسف. في مباراه اتلانتا اوكي، هو اراح تقريبا الفريق بالكامل لكل العناصر القويه ولكن ما اسعفوش الوقت. انا مباراه النهارده مختلفه بعض الشيء، مباراه النهارده لما هنيجي نتكلم في الامور الفنيه، لا فريق ليفربول خلق فرص كتيره جدا، وصل للمرمى حوالي 25 مره، خلق 25 فرصه منهم 7 في الشوط الاول وحوالي 18 في الشوط الثاني، عنده سوء توفيق وسوء حظ كبير، ما اقدرش الوم معاه يورجن كلوب ولكن اقدر الومه في جزئيه معينه هي جزئيه خط الدفاع. خط الدفاع في ليفربول عنده مشاكل كبيره، ما بيحلش مشكله الجهه اليمنى بقاله عده سنوات، مش قادر يحل هذه المشكله دفاعيا، بتكلم دفاعيا طبعا، عنده مشكله في وسط الملعب ما قدرش يتغلب عليها حتى بالتعاقد مع سوبوزلاي، حتى بالتعاقد مع كاليستر في بدايه الموسم، الفريق كان محتاج لاعب محور ارتكاز قوي دفاعيا يقدر ان هو يسند مع الفريق، ولكن معرفش دي بقى المشكله كانت عنده ولا كانت عند الاداره، ولكن في الاخر هي صبت عندهم ان هي من احد اسباب ان ليفربول ممكن يطلع بموسم ما فيهوش الا بطوله كاس واحده بس. وده غريب على ليفربول جدا. وده غريب لان الفريق كان كويس، الفريق في فترات كتيره كان كويس، وكنا بنشوف ان فريق مانشستر سيتي مش هو مانشستر سيتي في بدايته بتاع الموسم اللي فات، حتى الى وقتنا هذا مش هو مانشستر سيتي، برضه الفريق متاثر شويه بغياب جندوجان، بتراجع مستوى هالاند، بالاصابات اللي المت ببعض اللاعبين، ولكن في النهايه فريق ليفربول كان يستحق ان هو يكون افضل من كده، كان يستحق نتيجه احسن من كده في مباراه مانشستر يونايتد ومباراه النهارده. طيب هل بتعتقد انه اللعيبه نفسهم في ليفربول كان عندهم شيء من التقصير؟ ما اقدرش اقول تقصير، ولكن هي في بعض، اكيد في رعونه، اكيد في يعني بعض سوء الحظ اللي ممكن يصاحب عدم تركيز، يعني انا بشوف مثلا ان داروين نونيز ده واحد من احسن المهاجمين في العالم، عكس ما في ناس كثيره ممكن تتريق او تتكلم او تقول لا ده بيهدر فرص كثيره، لكن هو لعيب كويس جدا، لعيب مميز جدا، ولكن تحس انه عنده شويه محتاج تركيز، شويه محتاج يشتغل على نفسه شويه، لانه بيوصل الجون كثير. انا لما الوم على المهاجمه استاذ يوسف اللي ما بيوصلش خالص، اللي ما بيحاولش، اللي ما بيقدرش يحط نفسه في اماكن كويسه، ولكن النهارده مثلا الراجل مسدد من جوه الست يارده كره قويه جدا ترتطم في ركبه حارس المرمى وبتخرج، دي ما اقدرش الومه برضه عليها، ولكن في النهايه الومه ان هو محتاج تركيز اكبر، محتاج عمل اكبر من كده. من وجهه نظري ما فيش اكيد رعونه من اللاعبين، ولكن في عدم تركيز، واتمنى ان ده يتم في الفتره القادمه، خصوصا وان الفريق ده للاسف الشديد معتمد على حاله الفنيه والذهنيه والبدنيه الموجود عليها صلاح. صلاح اذا اتاثر شويه الفريق كله بيتاثر، وده واضح جدا ان صلاح لما ما بيعملش المعدل الطبيعي التهديفي بتاعه بتاع السنوات الماضيه ليفربول بيتاثر.
للدرجات دي محمد صلاح مؤثر على أداء الفرقة بالكامل؟ والله يا استاذ يوسف مش عايز ابالغ، لكن هو ترمومتر الفريق في الفتره الماضيه بالكامل. طوال سنوات هو اللاعب الابرز، طوال سنوات هو الهداف الابرز، طوال سنوات هو يعني المحور اللي بيتبنى عليه الشغل كله الهجومي لفريق ليفربول. زاد عليه بعد التهديف كمان في السنتين الاخيرتين صناعه الاهداف يا استاذ يوسف، بيصنع اهداف بمعدل اكبر من صناع اللعب، بمعدل اكبر من ديفيد من كيفن دي بروين على سبيل المثال اللي هو مركزه الرئيسي صانع العاب. فلما نشوف صلاح بيأدي الدور ده ولكن بيتراجع بعض الشيء، عنده بعض المشاكل او الفرص اللي بيصنعها ما بتتمش ترجمتها لاهداف، فدي مشكلة ممكن نلوم عليها الفريق شوية والمهاجمين اللي بيلعبوا جنب صلاح، ونلوم هو برضه شوية لأنه برضه هو محتاج يرجع لفورمته. أنا مش شايف إن هو بعد الإصابة الطويلة مع منتخب مصر صلاح ما كانش هو صلاح اللي قبل الإصابة، صلاح برضه محتاج يرجع شوية لمستواه قبل الإصابة، وإن شاء الله يرجع ويلحق الموسم بإذن الله يرجع أحسن من الأول يا رب. يعني أشكرك جدا 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 صديقنا وزميلنا العزيز الناقد الرياضي البارز محمد منظور.